السلام عليكم يا جماعة الخير. اليوم رجعت لكم فيديو جديد وفلوج جديد. فيديونا اليوم تعتبر جزء بسيط من تماريني الصباحي، وإن شاء الله تعجبكم الفيديو. تعالوا وياي. اليوم كنت أركض وشفت هذا الحجر الكبير، قلت ليش ما أتمرن به؟ يعني ما شاء الله الوزن مثل ما تشوفون، قلت ليش ما أتمرن به؟ شيء جميل وجيد جدا، وين ما تكون تقدر تتمرن بأي أداءك، بس يراد لك شوية خبرة وباقي على الله. معلومة بسيطة عن نفسي، شنو أسوي أول ما أقعد من النوم؟ أول ما أقعد من النوم أغلبية أوقات بدون ما أكل وأشرب أروح أركض. هذا الشيء اللي أنا أسويه يمكن مو زين للمبتدئين، ولكن أنا أسويه كشخص متقدم، وأنا أسويه من السنين، مو اليوم وبارحة، لا، هذا اللي أنا أسويه من سنين، وأنا استفدت منها كثير 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 بصراحة. فوائد الركض: مفيد لخسارة الدهون، ويقلل اكتئاب، ويصعد عندك لياقة، وكثير زين للجهاز التنفسي. وأول ما تقعد من النوم وتروح تركض راح يصير عندك نشاط مدار اليوم كامل. وإن شاء الله أعطيتكم كمية زينة من الفوائد الركض، وإن شاء الله هذا الفيديو عجبكم وما كان فيديو ثقيل على قلبكم. أحبكم في الله. وهذا أكلي بعد التمرين: شوية رز وشوية دجاج وسلطة وشوية خضروات. نعم، الحمد لله على هذه النعمة. شنو تأكلون بعد التمرين؟ اكتبوا لي بالتعليقات.